بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا بيكم حلقه جديده من درع الوطن. احنا النهارده موجودين داخل مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحه، احد الصروح الطبيه المتميزه. يضم المجمع 7 مستشفيات متخصصه بالاضافه الى 3 مراكز طبيه متخصصه للعسكريين والمدنيين على حد سواء. مشاهدينا تابعونا وحلقه جديده من درع الوطن. مشاهدينا الكرام، اول مكان جيناه هنا في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحه كان مبنى العيادات الخارجيه، ومعانا الاستاذه امال عبد الله رئيسه العيادات. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. استاذه امال، قول لنا العمل داخل العيادات عامل ازاي؟ العمل داخل العيادات عندنا 35 عياده يوميا حسب التخصصات، بتتخصص يعني حسب الايام. في عندنا عياده البطنه وعياده الصدر والرمد، دول بيبقوا ثابتين يوميا شغاله. في عيادات منهم في العظام 3 ايام في الاسبوع. طب قول لنا بقى المترددين عليك هنا في العياده. مترددين ما بين 900 من 800 ل 900 مدني وعسكري. قول لنا العمل من داخل العيادات من الساعه كام لكام؟ حضرتك بنبدا العمل من يوميا من الساعه 8:30 للساعه 1:30. لان اول ما بيجي لك المريض هنا سواء مدني او عسكري، اول اجراء بتعمليه ايه؟ اول اجراء حضرتك بيتوجه للكونتر، بياخد رقم انتظار وبيتوجه بيه على الكونتر، وبعد كده بيتوجه بيه على العياده مباشره، بيدخل عن طريق المنظومه وبيتوجه مع الطبيب، وبعد ما بيخلص بيروح على الصيدليه او المعمل او الاشعه، بيلاقي كل حاجه نازله على المنظومه، ما بيمسكش ورقه في ايديه، ما بيعملش اي حاجه بنفسه، احنا كل حاجه على المنظومه. احنا موجودين دلوقتي امام الكونتر تسجيل المرضى المترددين على العيادات الخارجيه بمجمع الجلاء الطبي. هنشوف ازاي بيتم تسجيل المرضى. معنا احد المرضى نتعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. مهندس عماد موسى. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت جاي النهارده تكشف ايه ان شاء الله؟ جاي اكشف انف واذن وحنجره على ابني. اول مره تيجي العيادات الخارجيه هنا؟ لا، انا عملت هنا عمليه للمدام ولسه طالعه. لسه طالع من يومين كده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لنا الإجراء اللي هنا المتبع داخل العيادات الخارجية، أول إجراء بتعمله إيه؟ والله أول إجراء باجي للأستاذة هنا على الكونتر هنا، لأن أنا مدني. تمام. فأنا باجي لها هنا، بتاخد مني بتقطع لي الكشف، وبعدين بروح للدكتور. بعد ما بروح للدكتور لو في تحليل أو في أشعة والكلام ده، باجي بقطع إيصال وبروح على المعمل وأعمل ده. يعني ما حسيت إن في فرق بين المعاملة سواء أنت مدني أو عسكري هنا؟ لا، ما فيش. قول لي بقى الخدمه الطبيه المتميزه هنا اللي بتقدمها المستشفيات اللي موجوده داخل المجمع. والله الخدمه كويسه جدا بصراحه، يعني الخدمه هنا بالنسبه لي انا كمدني، يعني انا اتعاملت هنا كمدني، الخدمه كويسه جدا. المدام عامله عمليه قلب مفتوح هنا، ولسه طالعه بقى لها يومين، يعني لسه خارجين. الله يسلمك. فالمعامله بصراحه يعني معامله كويسه جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بحضرتك. علي. لنا بقى اول اجراء بتاخديه هنا مع المريض اللي بيجي لك سواء مدني او عسكري. حضرتك اول حاجه الرقم، بيجيبوا الباركود من بره، بيجي على الشباك بينتظر الدور. بعد كده بناخد منه الرقم القومي، بنسجله على السيستم. بعد كده بنبتدي نتعامل معاه. لو مدني، لو تعاقدي، بنقطع له ايصال تعاقدي. مدني، بنقطع ايصال نقدي حسب الشركه اللي متعاقد. كله بيلتزم بالرقم سواء مدني او عسكري؟ طبعا. مش حد بياخد دور حد؟ لا، حضرتك بالرقم. لنا كم بيتردد عليك، كم مريض في اليوم عليك؟ يعني حوالي 50 مريض تبرير مدني او اكتر، كمان بيزيد طبعا. قول لنا بقى الاعمار، اطفال ولا كل الاعمار؟ حضرتك هنا بالنسبه لنا احنا عيادات كبار، مفيش اطفال في الناحيه الثانيه. احنا موجودين دلوقتي داخل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الأطفال بمجمع الجلاء الطبي، ومعانا المقدم الطبيب هيثم ماهر. أهلا بك يا دكتور، وكل سنة طيب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. الأطفال المترددين عليك أبناء مدنيين أو ولا عسكريين؟ احنا بيتردد علينا أطفال سواء أبناء مدنيين أو أبناء عسكريين. في أطفال بيجي لنا كمان من التأمين الصحي، وفي عندنا يعني تقريبا بنشوف حوالي
في 3 مواعيد للغسيل كل يوم، كل شفت حوالي 8 ساعات، بيتردد علينا حوالي من 10 ل 15 عيان تقريبا يوميا، وشغالين كل يوم. الطفل بيغسل كم غسله في الاسبوع؟ عدد مرات الغسيل في الاسبوع بتتحدد حسب حاله الطفل. في اطفال بتغسل مرتين في الاسبوع، في اطفال بتغسل 3 مرات في الاسبوع، ده حسب حاله الطفل وحسب المرض اللي موجود عنده اللي عامل له الفشل الكلوي. دكتور، يعني نصيحه توجهها لاولياء الامور عشان يعني حفاظ على ابنائهم خاصه في مرضى الغسيل الكلوي. احنا اكتر مشكله بتواجهنا موجوده في مصر وموجوده في الاطفال وبتسبب الفشل الكلوي هي الالتهابات المتكرره في مجرى البول. اي ام عندها اي طفل درجه حرارته عاليه، مفيش سبب واضح لارتفاع درجه الحراره، لازم تعمل تحليل بول. الاطفال اللي بيجي لهم التهاب متكرر في مجرى البول بيبقى عرضه كبيره جدا ان هم يجي لهم فشل كلوي بعد كده. وساعات كتير بنشوف اطفال في سن كبير جالهم فشل كلوي مزمن وبقى بيغسلوا غسيل كلوي مستمر لمجرد ان هم كان عندهم التهابات في مجرى البول في سن صغير وما اتعالجتش كويس. طب دكتور هيثم، تقول ايه لاولياء الامور برضو اللي هم اولادهم بيغسلوا، يعني تنصحهم بايه؟ الغسيل الكلوي هو مرض مزمن زيه زي اي مرض. الاهتمام دايما بالغسيل، عدد مرات الغسيل حسب الطبيب المعالج اللي محدد عدد مرات الغسيل، الاهتمام بالسعرات الحراريه اللي الطفل بياخدها، الاهتمام بالفيتامينات وانواع الحديد اللي الطفل بياخدها عشان تحافظ على نسبه الهيموجلوبين عنده مرتفعه. هل الطفل يغسل طول عمره ولا ممكن في فتره معينه يبقى الحمد لله شوفي وعوفي؟ يعني الاطفال احنا بنقول ان الاطفال اللي عندهم التهاب كلوي حاد هو الطفل اللي عنده ارتفاع في وظائف الكلى، لغايه 3 شهور بنقول ان دوت فشل كلوي حاد وممكن يرجع لوظائف الكلى الطبيعيه. بعد 3 شهور ده بيبقى فشل كلوي مزمن والطفل بيستمر على الغسيل لغايه بقى لو ربنا اراد وكان ينفع المرض اللي عنده ان هو يعمل زرع كلى او لا. دكتور هيثم، اسمح لنا ان نشوف بناتنا اللي بتغسل كده ونطمن عليهم. طبعا يا فندم، اتفضل يا فندم. صباح الخير. عالنور. طرب بيك. اسمي هبة. ألف سلام عليك. أسلم. ممكن نسجل معاكي؟ قولي لنا أنت بتغسلي كم مرة في الأسبوع؟ ثلاثة. هنا مهتمين بيك هنا في المستشفى؟ طيب الحمد لله أنت حاسة بتحسن؟ ألف سلام عليك. ألف سلام عليك. طمنا يا دكتور هيثم على هي الطفلة هبة. هي بنت عندها 13 سنة، كان عندها مولودة عندها عيب خلقي موجود في العمود الفقري أدى أن هي يكون عندها حاجة اسمها مثانة عصبية. المثانة العصبية دي بتخلي في جزء من البول دايما بيبقى راكد وبيعمل التهابات اللي احنا قلنا متكررة في مجرى البول، وده على المدى الطويل بيأثر على الكلى وبيعمل فشل كلوي. هي طفلة دلوقتي الأمور مستقرة عندها، بنغسل الحمد لله رب العالمين، بنغسل 3 مرات في الأسبوع والدنيا ماشية مستقرة الحمد لله رب العالمين. احنا موجودين دلوقتي داخل قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الأطفال والنساء والولادة بمجمع الطب القوات المسلحة بالجلاء، ومعانا اللواء طبيب حسام عبد الله مدير المستشفى. اهلا بك يا فندم. اهلا حسام. اهلا بك يا فندم. دكتور حسام، عاوزين نعرف الأقسام اللي موجودة داخل مستشفى الأطفال والنساء والولادة هنا اللي في المجمع. قسم الأقسام عندنا إلى أقسام الرعايات المركزة، الرعاية المركزة لحديثي الولادة احنا واقفين فيها، الرعاية المركزة للأطفال والحالات الحرجة، والرعاية المركزة لما بعد العمليات الجراحية، ووحدة مميزة للرعاية المركزة للأستاذ دكتور مجدي يعقوب بتنسيق القوات المسلحة مع مركز أستاذ دكتور مجدي يعقوب بأسوان. إلى جانب الأقسام الداخلية بتنقسم إلى أقسام جراحية، جراحات العظام، جراحات المخ والأعصاب، الجراحات العامة للأطفال، وأقسام البطن الداخلية، إلى جانب قسم الاستقبال وقسم العيادات الخارجية والأقسام المعاونة. عندنا قسم للمناظير الأطفال، الجهاز الهضمي ومناظير الجهاز التنفسي، وحدة الحقن المجهري، وعندنا قسم للتنمية الفكرية والصحة النفسية للطفل. يعني نقول مستشفى متكامل للأطفال والنساء ومتميزة أيضا.
طبعا قسم النساء متميز عندنا بكافة الإمكانيات والرعايات، وبيقوم بعمل كافة الجراحات والولادات، وبيبقى معاه قسم الحضانات كمساعد ليه في أي حالات تحتاج إلى دخول الحضانة. وزي ما ذكرنا أن المستشفى تخصصي، يعني كل التخصصات اللي فيها دقيقة بتخدم الأطفال العامة والتخصصية، وده بقى في جميع أنحاء العالم دلوقتي. وتتميز بوجود حضانة تفتح كغرفة عمليات في حالات الجراحات الحرجة التي قد يصعب نقلها إلى غرفة العمليات مباشرة، وحدة لتبريد جسم الأطفال في حالات نقص الأكسجين بالمخ، إلى جانب أحدث أجهزة العلاج الضوئي. العدد ده كافي دكتور حسام لاستقبال ولادنا للاطفال؟ طبعا احنا بيبقى عندنا اوقات بيزيد فيها العدد تماما، وبيبقى عندنا جزء كاحتياطي لاستقبال اي حوادث. بنستقبل المدنيين والعسكريين سواء تماما بكافه التجهيزات للرعايه من الجهتين، المدني والعسكري. طبعا خدمه متميزه، والاسعار اكيد بسعر التكلفه اكيد. الاسعار طبعا بسعر المستهلكات، والتكلفه تفرق تماما اكيد عن القطاع الخاص. الصف التمريض هنا دكتور حسام كلمنا عليه، وبرضه الصف الأعضاء التدريس والأطباء هنا، هل في تعاون بينكم وبين الجامعات المصرية في أقسام الأطفال؟ طبعا احنا الحمد لله نخبة من مستشاري قضاء الصلاح إلى جانب الأساتذة طب الأطفال في التخصصات المختلفة التي تم ذكرها، إلى جانب الحضانات من كافة الجامعات المصرية. ودايما ما بيننا مؤتمرات، وما بيننا زي لقاءات أسبوعية وشهرية لمناقشة الحالات على كافة المستويات. التمريض كذلك منتقى من التمريض المدني والعسكري ذو الكفاءة، وعمل متجانس ما بين المدني والعسكري كاستاف تمريض واستاف دكاترة. دكتور حسام، هل في خبرة من أجانب بيجوا هنا بيزوروا المستشفى وبيعملوا عمليات للأطفال؟ طبعا في تنسيق تعاون ما بين كافة الخبرات الأجنبية، وبننتقي جزء من الخبرة بيجوا في كافة التخصصات الدقيقة للأطفال، أمراض دم الأطفال، أمراض الجهاز العصبي للأطفال، رعاية الحضانات المختلفة. وده بجانب التنسيق برضو مع الأساتذة الجامعة في الجامعات المختلفة، وكلية الطب العسكري طبعا بتخدمنا جدا في التنسيق ما بين الجامعات المختلفة اللي بتجلب لنا الاستاف اللي بيشتغل معانا. ده مدني وعسكري، وبنقدم الخدمة خدمة الخبراء الأجانب للمدنيين والعسكريين على السواء. مشاهدينا، احنا موجودين داخل وحدة الحقن المجهري بمجمع الجلاء الطبي، وبالتحديد أمام معمل الحقن المجهري، ومعانا دكتورة رجا نور الدين مديرة الوحدة. أهلا بك دكتورة رجا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عاوزين نعرف السادة المشاهدين إيه هي عملية الحقن المجهري؟ هي الحقن المجهري هو يعني جزء من الوسائل المساعدة على الإخصاب، وده طبعا لعلاج حالات تأخر الإنجاب. تمام، قولي لنا بتتعمل إزاي، يعني إجراءاتها؟ هو الوحدة هنا هي الحقيقة الوحدة الأولى من نوعها والوحيدة في مستشفيات القوات المسلحة، وبالتالي احنا بنستقبل الحالات من مستشفيات القوات المسلحة، ده غير طبعا المدنيين والحالات المتعاقدة مع المستشفى، ده غير الأجانب. مراحل الحقن المجهري، هي مراحل الحقن طبعا الأول الزوجين اللي بيعانوا من مشكلة تأخر إنجاب بيجوا العيادة هنا برضو في الوحدة، بتتم مناظرة الحالة، وأنا بحط البروتوكول طبعا بتاع العلاج، وبنشوف إيه الأصلح لهم. طبعا في يعني درجات تانية قبل الحقن المجهري، زي مثلا التلقيح الصناعي برضو بيتم هنا في الوحدة، وبيتحط البروتوكول والحالة بتيجي تتابع هنا متابعة التبويض، وطبعا بيتم أخذ العينات من الزوجين لحد ما بياخدوا ميعاد هم يجوا يعملوا عملية الحقن المجهري نفسها. يعني بداية العمل عملية الحقن المجهري من المعمل اللي احنا واقفين امامه دلوقتي؟ طبعا. ايوه بالظبط كده. المعمل اجراءاته ايه بقى، يعني اللي بتاخد العينه من الزوج والزوجه بتقعد كام في المعمل، وبعد كده بتحددي اجراء العمل؟ هو طبعا بيتم يعني عمليه سحب البويضات دي بتبقى بالنسبه للزوجه تحت تاثير مخدر كلي، وبرده بناخد في نفس اليوم العينه السائل المنوي من الزوج، وبيتم تخصيبها طبعا تحت الميكروسكوب. احنا عندنا هنا يعني افضل اجهزه موجوده حاليا بالنسبه للمعامل الحقن، بالنسبه لمعامل الحقن المجهري. وبعد ما بيتم عمليه الحقن بتتساب طبعا البويضات اللي هي ملقحه في 24 ساعه في الحضانات، طبعا حضانات يعني ذات طبيعه خاصه مجهزة.
مجهزة، وتاني يوم بنبص عليها، يعني بنسيبها تقريبا 24 ساعة، وتاني يوم بنبص عليها نشوف حصل تخصيب ولا لا، أو عندنا كم جنين، وبيتم طبعا متابعة جودتهم، وطبعا بننقل بعد كده الأجنة دي داخل الرحم بعملية بسيطة خالص، من غير مش تحت تأثير مخدر ولا أي حاجة. بعد 3 أيام أو 5 أيام من السحب، طبعا كل حالة بتختلف من التالي. بعد المعمل، بعد نتيجة المعمل، هل في عملية ولا ما فيش مشكلة؟ طبعا أكيد. مش كل ما بيحد بيجي ياخد هنا بويضات أو سائل منوي بتحددي بقى أن هو يعني لو قدر الله النتيجه مش كويسه ما بتعمليش العمليه؟ طبعا بيبقى فيه يعني اجراءات بتساعدنا شويه ان احنا نعرف النتائج او نسبه النجاح بتكون قد ايه. ده بيبقى يعني تقريبا بنبقى محددينه من الاول. نسبه النجاح دكتوره الرج بالنسبه للعمليات دي، هي نسبه النجاح الحقن المجهري بالذات هنا في الوحده تقريبا من 58% ل60%، ودي نسبه طبعا جيده جدا بالنسبه مقارنه يعني بنسبه النجاح العالميه اللي هي 40%. تنصحي الزوجات والازواج يجوا هنا ان شاء الله اللي عندهم تاخر حمل؟ طبعا احنا يعني الحقيقه الوحده هنا بتتميز بحاجه مش موجوده في بقيه الوحدات، ان احنا بنشتغل ضمن منظومه متكامله في مستشفى النساء والاطفال، فمش بس بنحدد نسب نجاح الحقن المجهري، لكن بعد كده بعد ما يعني ان شاء الله بيحصل حمل بيتم متابعه الحاله، متابعه الحمل هنا في المستشفى لحد الولاده، فده بيدينا طبعا ميزه كويسه. طبعا ميزه كويسه جدا، لان ده بيدينا فرصه بنبقى عارفين كمان اللي هو حاجه اسمها تيك هوم بيبي ريت، او ان هي مش بس عملنا حقن مجهري ونجح، لا كمان الطفل يعني سليم اتولد فول تيرم ونجحت العمليه للاخر يعني. وكمان طبعا في اسم الاطفال كمان عندنا ميزه تانية، ان احنا بنقدر نتابع نمو الاطفال ديت بعد ما بيتولدوا. حد عمل حقن مجهري هل ممكن بعد كده يعني يبقى في اطفال طبيعيه، ولا لازم يبقى اللي عمل اول مره يعمل بعد؟ لا طبعا دي بتختلف من حاله للتانيه، لكن في حالات طبعا كتير ممكن جدا يحصل حمل طبيعي. وكمان احنا عندنا حاجه تانيه وهي تجميد الاجنه، يعني احنا بنقدم برضو الخدمه دي كبنك يعني. بالظبط كده، تجميد الاجنه. طبعا الحالات اللي هي عامله قبل كده حقن مجهري ونقلنا مثلا بننقل جنين او اتنين، لما بيحصل يعني حمل وبيتولدوا الاطفال دول، ممكن بعد كده لو الكابل يعني الزوجين محتاجين ان هم يخلفوا تاني ما يعيدوش بقى الموضوع من اول وجديد، لا بننقل الاجنه اللي هي المجمده عندنا. كويسه، انا بشكرك وبالتوفيق. الف شكر، ميرسي جدا، شكرا. مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا داخل مستشفيات مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحه، وبالتحديد داخل مستشفى الاورام، ومعانا اللواء طبيب خالد ثعلب مدير المستشفى. اهلا بيك يا دكتور، كل سنه طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وشرفتونا في المكان بتاعنا. المستشفى الاورام دي احنا دلوقتي موجودين في وحده المسح البوزيتروني او البيت سي تي. المسح البوزيتروني دي وحده تشخيصيه، احنا عندنا المستشفى في جزء منها علاجي وجزء تشخيصي، والاجزاء عندنا في المستشفى اجزاء كلها انتجريتد وبتكمل بعضيها يعني. فالجزء التشخيصي ده الجهاز اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، ده جهاز اسمه المسح البوزيتروني. ده المسح الذري يعني، ولا مسح ذري بوزيتروني؟ ده احدث حاجه في التشخيص والتصوير الطبي، ومعاه كمان في نفس الجهاز اشعه مقطعيه، لان احنا بنحاول ناخد يعني بنعظم الاستفاده من الجهاز الواحد يعني. فايدته بقى للمريض يا دكتور؟ الفايده بتاعته دوت ان هو الفحص دوت بيتعمل للمريض في بدايه الاول رحلته مع العلاج. اولا بنشخص بيه مدى انتشار المرض، او نحدد حتى المرض الاساسي موجود فين بالظبط، وهل في ثنويات طلعت منه للغدد الليمفاويه المحيطه بيه او انتشر في بقيه اجهزه الجسم. دي حاجه اساسيه طبعا. لو عملنا البيز لاين دوت، بعد كده ما نبدا في العلاج بتاعنا، بدل ما اخلي المريض في عدم وجود الجهاز دوت يتنوا يكمل بطريقه عشوائيه، او نقول يعني عمياني يجرب العلاج كله لغايه الاخر، احنا نقدر بعد اول جزء من العلاج، اول جزء نقدر نختبر العلاج دوت مناسب ليه، ونقدر نكمل في نفس الاتجاه ده ولا نغير العلاج من الاول. دي مهمه الجهاز ده مش كده؟ هو حديث؟ ده حديث جدا الجهاز دوت، هو موجود في مصر بقى له فتره، بس ده احدث موديل من النوعيه دي. الجهاز ده الخدمه الطبيه دي موجوده للمرضى المصريين بقى لها دلوقتي 9 سنين في مصر.
الجهاز ده فرق في الخدمة الطبية لمرضى الأورام، فرق يعني very يعني significant، نقول حاجة فرقت معهم في العلاج. حاجة استكشافية قدام الدكتور، استكشافية دقيقة للمرض وانتشاره، وفي نفس الوقت كمان العلاج، الخطة العلاجية دي سليمة ولا محتاجة تتحور. دكتور خالد، هنا الصف اللي موجود بيتدرب ازاي، وهل في تعاون بينك وبين اقسام الاورام اللي موجوده في كليات الطب سواء داخل مصر او خارجها؟ طبعا احنا التعاون اللي موجود دايما بين المستشفيات العسكريه والجامعات ده مستمر، من يعني احنا جينا دخلنا على نفس النظام ده، وطبعا في تخصص زي التخصص بتاعنا اللي هو الاورام دوت، الكلام دوت معظم جدا، لان احنا مفيش تمييز في الخدمه، يعني احنا بنخدم هنا في المستشفى الحالات العسكريه والحالات المدنيه، ما فيش فرق خالص. الحالات المدنيه بتيجي لنا كلها عن طريق اساتذه من الجامعه، وبييجوا يشرفوا على علاجهم بنفسهم، فبيبقى في تعامل مثمر جدا، ونقل خبرات ما بين الدكاتره العسكريين والدكاتره اساتذه الجامعه. الاستاف هنا الاستاف متنوع، يعني بيبدا من دكاتره لسه يعني حديث التخرج، لنواب، لاخصائيين، لاستشاريين، وأوقات كثيرة جدا بنجيب كمان، نستجلب خبرة من بره بيساعدونا برضو في حالات معينة، إن احنا نحط ليها برضو بروتوكولات تعاون مع المستشفيات اللي هي في العالم يعني الخارجي. السادة المشاهدين، سيادة اللواء خالد، على نسبة نجاح يعني أمراض الأورام هنا في مصر؟ والله احنا الحمد لله برضو المجال الطبي وخاصة في التخصص بتاع علاج الأورام ده استفاد جدا من التكنولوجي، التكنولوجي مارشنج أب بسرعة رهيبة، فإحنا الوقت العلاج بدأ يتحرك من العلاج الكيماوي، بدأ يروح ناحية العلاج الإشعاعي أكتر. هو طبعا العلاج بتاع الأورام ممكن يبقى جراحة وعلاج كيماوي وعلاج إشعاعي، ممكن واحد منهم بس، وبعدين يبقى مراحل مش كده؟ ممكن يعني ممكن المريض الواحد يتعالج بكل الأنواع دي، وممكن يتعالج بنوع واحد منهم، وفي علاج بقى الوقت اسمه العلاج الموجه او العلاج المناعي. الحاجات دي كلها موجوده عندنا. نسبه نجاحها دكتور خالد؟ النسبه دلوقتي يعني حسب طبعا الانواع، بس في حاجات كلها الوقت في نجاح يعني 100% في بعض انواع الاورام. يعني زي ايه طيب؟ يعني مثلا الليمفوما، الثدي اللي هي امراض او اورام الليمفوما اللي هي اورام الدم، يعني الليمفوما دي بتتعالج بنسبة فوق 90%، الثدي دلوقتي برضو فوق 90%، البروستاتا فوق 90%، وبعض الحاجات اللي بيبقى تدخل فيها تدخل جراحي الأول ده. يعني الحمد لله الموضوع بيتقدم يعني بفضل الله، وبفضل برضو التقدم اللي في الأجهزة اللي موجودة دلوقتي بقى أسرع شوية، بس في نفس الوقت بقى الاكتشاف برضو بنفس المعدل، يعني بدأ يكتشف حالات ما كانتش بتكتشف قبل كده. فاحنا ممكن الناس ما تبقاش حاسة، ممكن الناس دلوقتي العامة تقول لك ده المرض أو السرطان بدأ ينتشر، لا هو ما بدأش ينتشر، بالعكس ده الكنترول عليه بقى أحسن بكتير من الأول، بس طرق اكتشافه بقت أكتر. نصيحة دكتور خالد توجهها للمواطنين، يعني المريض الأورام؟ والله في نصائح عامة، يعني احنا كل ما نبعد عن الحاجات اللي هي المصنعة كل ما يبقى أفضل، نشرب سوائل كتير.